سؤال نجده متداولا بشكل كبير للغاية بين الناس في تلك الآونة، وهو لماذا الأرض لا تمتص الدم، حيث نجده من السهل معرفة مكان الدم الذي يوجد على الأرض حتى بعد مرور سنين كثيرة، فنجد الأرض لا تتمكن من امتصاص بقع الدم الموجودة. لذا فنجد أن هناك الكثير من بقع الدم التي توجد لمئات السنين من دون أن تختفي، وهناك بعض الآثار للدماء التي أصبحت دليلاً لشيء ما، وهو من الدلائل العلمية التي يتم دراستها حتى يستطيع العلماء فهم ومعرفة كيف كانت تعيش الكثير من المخلوقات عبر العصور القديمة. امتصاص الأرض، إنه من الأشياء التي تثير الاستغراب والتعجب أيضا هو موضوع أن الأرض من الممكن أن تقوم بامتصاص الماء والسوائل بشكل سهل للغاية دون الحاجة إلى أي مجهود، وذلك عكس ما يحدث للدماء. فنجد أن الأرض لا تستطيع أن تمتص الدماء بسهولة، وتظل بقع الدماء موجودة بشكل كبير للغاية، وتمر عليها مئات السنين وتظل تلك البقع لا زالت موجودة. تلك الظاهرة الغريبة التي تم اكتشافها والتي لم تكن مفهومة لسنوات طويلة، والتي أصبحت اليوم دليلاً على أن الكثير من الحضارات والتي دمرت على الأرض عبر التاريخ والتي ماتت، سبب أيضاً في كتابة الكثير من المقالات والروايات التي تحدثت عن تلك الظاهرة التي تحاول من خلالها معرفة السبب لتلك الأسس التي قد قامت عليها تلك الحضارات. أسباب عدم امتصاص الأرض للدماء، هناك الكثير من الأسباب التي قد قدمها لنا العلماء في تلك الجزئية حول عدم قدرة الأرض على امتصاص بقع الدماء التي توجد منذ آلاف السنين. وبعد البحث وجدنا أن هناك سببين لتلك الظاهرة، فيوجد السبب العلمي الذي يشرح لنا سبب حدوث تلك الظاهرة، كما يوجد أيضا السبب الديني لتفسير نفس الظاهرة. لذا دعونا نتعرف على السببين ومعرفتهم بشكل دقيق. السبب العلمي لعدم امتصاص الأرض للدم، عند البحث عن السبب العلمي لمعرفة عدم امتصاص الأرض لبقع الدماء، لكن أولاً يجب أن تعرف فهم كيفية امتصاص الأرض لكل السوائل، ومعرفة بعض المعلومات العامة عن كيفية طبيعة السائل الدموي. فبالنسبة إلى السبب العلمي لعدم قدرة امتصاص الأرض لكل السوائل، والتي تتم عبر خلايا الأرض، وهي التي يتم مقارنتها بخلايا السوائل التي تقوم بامتصاصها، وذلك لأن الأرض هي عبارة عن خلايا كبيرة للغاية خاصة بالأرض، والتي تقوم بامتصاص خلايا السوائل حتى تمتص تلك السوائل بشكل كامل للغاية. لكن علينا أيضا أن نتعرف على فهم ومعرفة المعلومات عن السائل الدموي، فعليك أن تعرف أن الدم بمجرد أن يحتك أو حتى يصطدم بأي جسم صلب، فإن جزيئاته تقوم بالتماسك بسرعة كبيرة، ذلك الأمر الذي يجعل جزيئاته أكبر. تلك الجزيئات الكبيرة تجعل من الصعب امتصاص الأرض لها بشكل كبير، ولذا نجد أن الأرض تستطيع أن تمتص نسبة الماء التي توجد في الدماء، وذلك عن طريق خلاياها التي تم التحدث عنها سابقا، ولكنها أيضا تكون غير قادرة على امتصاص كل الجزئيات أو كل الجزيئات التي تبقى على سطح الأرض، وألا تمتلك جزيئات كبيرة للغاية. السبب الديني، عندما قام قابيل بقتل أخيه هابيل وقام بدفنه، جاء سيدنا آدم عليه السلام وسأل على ابنه هابيل، وقد قيل له إن أخاه قد قتله، فقال سيدنا آدم أين دمه؟ وقالوا له لقد شربته الأرض، فدعا سيدنا آدم وقال لعن الله أرضا شربت من دم ابن آدم، ومنذ ذلك الحين وهو محرم على الأرض أن تشرب أي دم. وروي أن آدم عليه السلام سافر إلى مكة المكرمة وجعل قابيل وصيا على بنيه،
فقتل قابيل وهابيل. فلما رجع آدم قال: أين هابيل؟ قال: لا أدري. فقال آدم: اللهم لعن أرضا شربت دمه، ومن ذلك الوقت ما شربت الأرض الدم. وروى علي بن إبراهيم عن الإمام علي بن الحسين رضي الله عنه أنه لما سولت لقابيل نفسه قتل أخيه لم يدري كيف يقتله، حتى جاء إبليس فعلمه، فقال: ضع رأسه بين حجرين ثم اشتخه. فلما قتله لم يدري ما يصنع به، فجاء غرابان فأقبلا يتقاتلان حتى قتل أحدهما صاحبه، ثم حفر الذي بقي على الأرض بمخالبه ودفن صاحبه. قال: يا ويلتى، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فحفر له حفيرة ودفنه فيها. فرجع قابيل إلى أبيه ولم يكن معه هابيل. قال آدم: أين تركت ابني؟ قال قابيل: أرسلتني عليه راعية. فقال: انطلق معي إلى مكان القربان. وأحس قلب آدم بالذي فعل قابيل. فلما بلغ مكان القربان استبان قتله، فلعن آدم الأرض التي قبلت دم هابيل، ولذلك لا تشرب الأرض الدم. فانصرف وبكى على هابيل 40 يوما وليلة. فكانت هذه قصة قابيل وهابيل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم، معكم أخيكم في الله أيمن صابر من قناة معلومة. أحببت في خاتمة ذلك الفيديو أن أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا دائما نقرأ أو نسمع في دروسنا الماضية كلمة: ما هو المستفاد من ذلك الدرس؟ وكذلك سوف أقول لكم: هل أضاف إليكم ذلك الفيديو جديد أو معلومة جديدة؟ إن أضاف إليكم فالحمد لله والشكر لله، وإن لم يضيف إليكم أي شيء جديد فكفانا فقط شرفا وجودكم معنا. وكذلك نرجو أن نسعد بوجودكم في الفيديو القادم. كان معكم أخيكم في الله أيمن صابر، أستودعكم الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هنا انتهى الفيديو، ولكن لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. عزيزي المشاهد، قبل أن ترحل يجب أن تعرف أننا عائلتك الثانية التي تسعى دائما لتوفير كل المعلومات الدينية والثقافية القيمة والصحيحة. فنحن نسعى جاهدين هنا في قناة معلومة أن نبحث جيدا عن أصل المعلومة ومدى صحتها، ونقدمها لك بشكل بسيط ومفصل. وندعوك عزيزي المشاهد لمشاهدة المزيد من الفيديوهات على قناة معلومة، فلدينا قصص الأنبياء كاملة، وكذلك قصص الصحابة والتابعين، قصص تحكي تفاصيل حياتهم وما تعرضوا له من مواقف قاسية لنأخذ منها العظة والعبرة. وكذلك كل المعلومات التي تحتاج أن تعرفها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قصص من داخل بيت النبوة، وكل ما تود معرفته عن أحداث النهاية فيما يتعلق بالعلامات الصغرى وما ظهر منها وما سيظهر، وكذلك العلامات الكبرى من ظهور الشمس من مغربها، وقصة يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال وما سيحدث بالتفصيل يوم القيامة. وأيضا كذلك نعرض عليكم أهوال يوم القيامة من أحداث الصراط المستقيم والعرض والنشر وغيرها من الحقائق والعلامات، كل ذلك من خلال قناتكم قناة معلومة. كل ما عليك الآن هو الاشتراك في القناة والدخول إلى صفحة القناة للتمتع بمزيد من الفيديوهات القيمة. لا تنسوا تنشيط علامة الجرس. تقبلوا تحيات أخيكم في الله أيمن صابر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم، معكم أخيكم في الله أيمن صابر من قناة معلومة. أحببت في خاتمة ذلك الفيديو أن أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا دائما نقرأ أو نسمع
في دروسنا الماضية كلمة ما هو المستفاد من ذلك الدرس، وكذلك سوف أقول لكم هل أضاف إليكم ذلك الفيديو جديد أو معلومة جديدة؟ إن أضاف إليكم فالحمد لله والشكر لله، وإن لم يضيف إليكم أي شيء جديد فكفانا فقط شرفا وجودكم معنا، وكذلك نرجو أن نسعد بوجودكم في الفيديو القادم. كان معكم أخيكم في الله أيمن صابر، أستودعكم الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.